مكياجك كتير حلو اليوم. لوريس هيك رأيك؟ أكيد، أنت مو لازمك بس بينعمل هيك مشان ما تبين لمعة على وشك وقت التصوير. شكراً. مرحبا ليلى، شو عم تعملي هون؟ غيروا المدير المالي لشركة أورغاتي وإجينا مشان نتعرف عليه. على فكرة مو معقول تياب الجولف شو لابقين لك. شكراً، عندي حالات مختلفة لرجل أعمال. أنت شو ما لبست بيطلع عليك حلو، متأكدة إنك رح تطلع رائع بالصور. طيب لك عن يعطيكم العافية. شكراً. يلا موفق. الله معك. خلينا نكمل عثمان بيك. طلع علي شوي، هالطاقية مو معقول شو لبقت لك عثمان. كلك ذوق. على هالوضع يا جماعة ما رح نلحق، نحن كتير بطيئين هيك، بهالعشوائية هي ما رح يزبط الشغل والتصوير أكيد ما رح يتم، لو سمحتوا خلونا نشتغل بسرعة أكثر، كونوا أسرع. خليني ساعدك. هاني عن جد شكرا على لطفك. ولو يا خانم، تفضلي. دارين، كل الأمور ماشية تمام، أمير برا عم يحكي مع الزباين وهن مبهورين كتير بعثمان. شكرا إلك بس هالمعلومات ما بتهمني، عندي شغل ومو فاضية. في عندي سؤال، لشو عم تسعي انتي؟ أكيد في شي ببالك من ورا هالشغل، فيكي تخبريني؟ طيب، اسمعي لك، أورغاتي مو بيكون زبوني؟ بلا، ما بدي زبوني يروح لعندكن، هذا هدفي. بكرة رح يصير في توقيع اتفاقية معكن ومع الزبون لمدة سنة. ايه بعرف للأسف. ومثل ما لنا متفقين إلكن غالينا وأورغاتي إلي. انتي ما بدك غالينا يعني؟ لا دارين، حياتي غالينا بتضل ماركة عادية وأكيد ما رح تكون هدفي الكبير. معقول قدرتي العظيمة تكون هالقد ضعيفة؟ مستحيل كون هيك، رح أزعل. قدرتك وقواكي الخيالية لوين وكيف رح تخليكي توصلي؟ حابة أعرف. طيب أوكي، أنا بخلق سيناريوهات بعقلي على طول. مثلاً بما أنه واقفين على المسرح، تخيلي هذا المشهد معي، جان ترك الشغل فجأة ومشي مثل ما بيعمل بالعادة، عزيز بيك أساساً هو ترك الشغل ومشي، أنا تزوجت أمير وصرت مرته، هيك كوني ألين ديفيد فيني أترأس الإيجنسي ودير كل شي وبقلعك فوراً. هلأ أكيد ما كنت ناطرة منك مشهد عاطفي، بس بدي أسألك شو هاد، مشهد من فيلم رعب؟ لا حبيبتي، كوميدي. يا الله يا ألين، أنت ما رح يطلع منك إلا الشي الكوميدي والسخيف أصلاً. شوفي حأعطيكي سيناريو واقعي وبيعجبك. ماشي عزيز بيك مشي وجان مشي، كله صح. إيه بس في أنا وأمير كمان، وفي مجد يلي صلاحياته كبيرة بالتوقيع عن الإدارة بالشركة، وانتي بتعرفي إنه مجد أفضل محامي عقود باسطنبول وما فيك تمرقي عليه أي شيء، وبأول وأصغر غلط منك بيقدر يدمرك، لهيك السيناريو تبعك بس سيطر على الفكرة الرائعة فاشل وكتير ممل، ممل مثلك انتي، كل وجودك بلا طعمة. عن إذنك، مشغولة كتير. يا جماعة مين مسؤول عن الضيافة؟ بدي نزيد شوية فستق بهذا السريع. المحامي مجد، خلينا نهتم فيك لكان. ليك رح نعملها شوي هيك منيح، وجه لي هذا الضوء باتجاه الخلفية. ايه هيك، خففوا لي الضوء اللي فوق لنشوف. هلا ممتاز. الكل عم يتطلعوا ببعض بطريقة سيئة، الجو كتير مكركب. بعرف انتبهت، الوضع كتير عاجبني، بسهلوا كتير. لوريس انتي هبلة شي. وين عثمان؟ جايبين شب وعم يصوروا. لك وينو؟ عثمان وين؟ بس انت ولا كلمة. عثمان وينو لهلا؟ خرس خرس. ايه دارين خانم جاهزين، فينا نبلش. سيدرا نادية عثمان لو سمحتي. جيجي جاية. معقول يخطبني ويتجوزني؟
طالع بتجنن، مو معقول شو لابقت لك البدلة. بهنيك. شكرا إليك. هو عثمان اصلا شخصية بس على البدلة الرسمية عن جد طالع بجنن. ايه ما؟ هي أول مرة منتفق على شيء ولهيك مستغربة بصراحة. شكرا لك. لك ليش زقفنا؟ هلا عفوا ممكن اسأل سؤال؟ نحن ليش زقفنا؟ بس لأنه هذا الشاب طلع ولابس بدلة رسمية، إيه شو يعني؟ لهلا ما بلش العرض. جي جي. ما بنعرف إذا كان رح ينجح ولا لا؟ أستاذ بلش العرض شي؟ أنا ما سمعت حدا قال بلشنا، أنا قاعد وما سمعتن، من قال شي؟ ليك صديقي، بس حضرتك تسكت رح نبلش تمام؟ آه موفقين. لك عقود شو صار لك؟ إيه ما بلشوا لسا؟ لك ما بلش؟ صوتك بيضرب على العصب، لا عاد تحكي. طيب يا جماعة خلونا نبلش. استرخي ولا تضل واقف ومتشنج، يلا استرخي. ركز والشغل بيطلع حلو. ممتاز. تمام؟ لقطة رائعة. حلو كتير. عثمان! شو نسيت على شو تدربنا يا ابني؟ هيك دربتك أنا بالبيت؟ لو أني أنت العصير فيها تحكي كانت عم تبكي هلا أنت وعم تتصور. لو سمحت يا عثمان استرخي أكثر، عيش الحالة اللي أنت فيها أكثر. لك عم تشرب أني أنت العصير وأنت متوتر. مظفر شو صار لك؟ اسكت حاج تحكي. ممكن تهدى لو سمحت، مين أخذ رأيك؟ أنا بقرر. آه بعتذر. لك عود خلصنا عود. لك أنت شو صار لك جنيت؟ شو عم تساوي؟ شاب متوتر شادد أعصابه. آه هو أستاذ حب يعطي رأيه لأنه متأثر بالتصوير، بنعتذر. آسفين. عم يصوروا صور مو فيديو، ليش لنسكت؟ يعني رح يطلع الصوت؟ صار في هيك تكنولوجيا شي؟ هلا لشو هالاسئله كلها؟ اه عود وشوف من دون صوت. وهلا بما انه قربنا نخلص تصوير اليوم اسمحوا لي رح امشي لانه في شغل جديد لازم روح اتفق عليه. لوين؟ وشغل شو؟ نحن ما لنا عاطيين عرض بالفتره الاخيره لحدا، فمع مين؟ مين هي الشركه ومنعرفها يا ترى؟ دارين برايي ما فيكي تاخدي وش علي لهالدرجه من اول اسبوع. يلا بشوفك بعدي شوي. يا ويلي شو بكره هيك؟ ليلى تعي لقلك. ليك هي رايحة جاية وما حدا حكى معها. شو بدك؟ بدي اياك شوي. في عندي سؤال. شو قولي؟ هلا أنت أكيد معك رقم عثمان ما هيك؟ طبعا، شو بدك فيه؟ بدي تعطيني إياه. ريهام قالت لي إنه ما عاد معجبة فيه، فما رح يكون في مشكلة ما؟ لا بس اطلبيه من الشاب أنت، لشو حركات المراهقة؟ يا أخي ما بعرف على شو عم يصوروا. غليظ. ممتاز. حلو كتير. استرخي.